يجيب لك ياها بإيدي لأمك، وهالبنت لازم تاخد جزاتها. قديشك فهمانة؟ هاي لميرنا. وهاي لخلي. وهاي لأميني. دوقي هاي شو طيبة. مالي نفس خليل، أكلت لقمة مشان الدواء. كل هدول بقوا إلي ولا شيء ما؟ يلا لشوف خلصيهم كلهم. ليش ما أكلنا بمحلك أنتي؟ خالة ميرنا مو قدراني تروح على المحل. ليش؟ هيك. شو رح تعمل هلأ، ناوي تروح على الشغل؟ ما بعرف. خدني لعند ماما. ما بيصير، اشتقت لماما كثير. بس ما رح يفوتوكي لعندها. لا بدي روح لعند ماما، اشتقت لأمي شيماء. طيب حروح معك، رح أخذ خليل. مستحيل ميرنا.